أهلا بكم مجددا. تجربة التدوين ونشاط الأنترنت في العالم العربي هو موضوع هذه الحلقة من عين على الديمقراطية. أذهب إلى أسماء الغول في القاهرة. أسماء، يعني رامي نخلة قال ضيفي الناشط السوري من بيروت أن السلطة السورية على ما يبدو رفعت الراية البيضاء يعني أمام ناشط الأنترنت، وأنها غير قادرة على مواجهة هؤلاء النشطاء في معركة هذا الفضاء الافتراضي. سؤالي لك، وأنت كاتبة ومهتمة بالحريات وحرية التعبير على وجه التحديد، هل يمكننا إعلان موت الرقيب العربي؟ ليس بعد بطبيعة الحال. أنا أعتقد أن الحكومات العربية تعي كثيرا وبشكل عميق أن الحجب يحول كل مواطن عربي إلى ناشط سياسي. فعلى سبيل المثال، قبل الثورة المصرية كان هناك حوالي 3 مليون مصري يستخدمون اليوتيوب، والآن هناك 22 مليون مصري يستخدمون اليوتيوب. إذن بن علي لم يحجب الفيسبوك، لأنه عرف أن حجب الفيسبوك سيجعل كل التوانسة ناشطين سياسيين. هذا أيضا حين قطعت مصر الاتصالات تماما عن الثورة، الناس كلها نزلت إلى الشارع لتبحث عن بعضها البعض، لأنها لم تستطع التواصل بالتليفونات أو الإنترنت. إذن الحجب التام، حجب المواقع بشكل كلي كما يحدث في بعض البلدان العربية، هو سيؤدي إلى مزيد من النشطاء السياسيين ومزيد من التسييس العربي نحو الثورات أكثر وأكثر. اسمح لي أقول، أنا أختلف مع زميلي رامي في موضوع الإعلام التقليدي. ماذا فعل للثورات العربية الإعلام التقليدي سوى أنه باين وميز بين ثورة وأخرى؟ ماذا فعل الإعلام التقليدي سوى أنه سيس تغطيته كما يريد وكما يريد الممولون؟ أنا أيضا أريد أن أوافق على كلام عماد بشدة، زميل عماد وصديقي، أن الناقل الأول هو المواطن العادي، الناقل للثورات والناقل للأحداث، الضحية هي الناقل الأول التي لا تسيس الفيديو أو الكلمة. نعم، بينما نعم. يأتي الناقل الثاني هو الإعلام التقليدي عن هذه الضحية بتسييس. نعم أسماء، ربما الصورة وتسييس الفيديو. نعم، ربما ما كان يشير إليه رامي ربما هو أن الصورة حتى الآن المواطن العربي لا يزال مرتبطا يعني بالتلفزيون، تحديدا بالإعلام التقليدي، إن صح التلفزيون الفضائيات إعلام تقليدي. ولكن دعونا نتعرف مشاهدي الكرام إلى وضيوفي إلى تجربة أخرى في هذا الربيع العربي، هي تجربة اليمنية، تجربة نشطاء الأنترنت في اليمن. معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم المدونة والناشطة اليمنية أفراح الناصر. أفراح، يعني حدثينا عن تجربتكم كشباب يمنيين في الخارج والداخل في الدفع برياح التغيير في هذا البلد الذي يشهد ثورة منذ أكثر من 5 أشهر حتى الآن. عفوا، بس اسمي أفراح ناصر مش الناصر. بس مو مشكلة. بس بالنسبة للتدوين في اليمن، هي تعتبر ظاهرة لسه جديدة جدا، لأن نحن بنتكلم عن اليمن معدل استخدام الإنترنت بشكل عام فيه لا يتعدى 3%، فيعني يعتبر نطاق ضيق جدا. ومع هذا، مع بداية الثورة في اليمن في شهر يناير، كان في إقبال كبير على الـ على الـ على يعني إنشاء صفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التويتر من قبل الكثير من الشباب وحتى غير الشباب. يعني حتى أهالي الشباب أصبحوا يستعينوا أو أصبحوا يؤمنوا بأن الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة. نعم، تعتبر من طيب. من إذن 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 يعني شبكات التواصل الاجتماعي في اليمن هي الأنشط ربما أكثر عن يعني من المدونات. طيب، السؤال الذي كنت طرحته على رامي نخلة هو في اليمن، هل رفعت أيضا السلطة الحكومة اليمنية الراية البيضاء في مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث أن هذه السلطة في اليمن أو الحكومة اليمنية لم تعد قادرة على السيطرة على النشاط عبر الأنترنت أو حجب هذه المواقع؟
سؤال يعني مهم جدا، بس قبل سؤالك في شيء لازم نحطه في عين الاعتبار، ان المظاهرات في اليمن ما بدأت خلال الربيع العربي هذا، بس المظاهرات في اليمن كانت موجودة من قبل، كانت من قبل عدة سنوات، بدأت في جنوب اليمن وكان الناس بيطلعوا بمظاهرات، بس العالم كان مش سامع لهم أو كان في تغييب إعلامي، وحتى الحكومة اليمنية كانت تعمل العوائق بالنسبة للصحافة المستقلة أنها توصل للمتظاهرين اللي كانوا بيطالبوا بالانفصال بناء على مطالب اقتصادية واجتماعية والعديد من المطالب، فلازم نحط هذا في عين الاعتبار. بس الحكومة اليمنية يعني كيف تمنع وسائل الاتصال الحديثة، وأوريدي كان في أصلا مظاهرات مع الفيسبوك أو من غير الفيسبوك؟ طيب. يعني الـ الأساس كان المفروض هو الذي يتعالج، يعني الأساس كان موجود من قبل الثورات العربية. طيب. وكمان الثورات ساهمت بهذا المعنى. تقولين أفراح ناصر أن الأنترنت لم يلعب الدور الذي لعبه مثلا في الثورة التونسية والمصرية في اليمن؟ لم يلعب، وإنما كان مساعد بحد يعني بشكل ما، كان مساعد في بداية الاجتماع أو بداية جمع الحشد في بداية أو يعني أول شهر. طيب. لكن بعد هذا يعني ما أعتقد. عماد بزي، هل توافق على ما أشارت إليه أسماء الغول أن الرقيب لم يمت بعد، الرقيب العربي لم يمت بعد، وأن المحاولات لا زالت موجودة ومستمرة يعني من قبل السلطات العربية لمحاصرة ربما هذا الوسيط، هذا الفضاء الإلكتروني؟ عزيزي، الحكومات العربية والأنظمة العربية مجتمعة لن تعدم سبيلا ولن توفر وسيلة حتى تتمكن من السيطرة على الفضاء الإلكتروني أو الإعلام التقليدي أو الإعلام العادي. هم سيطروا فعليا على الإعلام العادي، على الإعلام التقليدي من وسائل تلفزة وغيرها، ولن يوفروا جهدا للسيطرة على الإعلام الإلكتروني. ولكن الفارق ما بين الإعلام الإلكتروني الجديد وإعلام المواطن والإعلام التقليدي هو أن المواطن هو من يصنع خبره. لن يستطيع أن يوقف مواطنا ينقل خبرا من الشارع إلى هذا الفضاء. وسائل الإعلام الجديد أو وسائل الإعلام البديل هذه لم تكن هي ليست وسائل إعلام، نحن النشطاء أو المواطنين نحن من جعل منها وسيلة لنقل الخبر. وبالتالي هم سيحاولون، وقد يحاولون إقفال بعض المواقع، قد يحاولون إبطاء خدمة الإنترنت، قد يحاولون حتى تقصي أو ملاحقة النشطاء الذين ينقلون هذه الأخبار، لكنهم لن يستطيعوا أن يقفلوا هذا الفضاء لأنه أوسع منهم، أوسع من قدرتهم. وحتى النشطاء لن يوفروا بدورهم الفرصة للحكومات العربية أو لأي أنظمة أن تسيطر على فسحة المجال، فسحة التعبير الأخيرة لهم لنقل الخبر وما يحدث في الشوارع. رامي نخلة، يعني لمن تابع الثورة الأولى في تونس ثم الثورة الثانية في مصر ثم التحولات التي شهدها العالم العربي في البحرين واليمن وعمان وغيرها من الدول العربية، كان الإعلام التقليدي موجودا رغم بعض المضايقات والحصار كما شهدنا، ولكن في الحالة السورية يعني سوريا مغلقة على الصحافة، الصحافة الدولية، الصحافة العربية والدولية، أنتم أو الناشطون نجحتم في نقل الصورة بصفة يومية، هنالك فيديوهات يومية اليوم في القنوات الفضائية بما فيها الحرة، كيف نجحتم ربما بدون تفاصيل نعرف الظروف، ولكن كيف تمكنتم من زرع كل هذه الكاميرات في كل المدن السورية؟ نعم سيدي، العامل الأول والأساسي هو كان المواطن الصحفي، ونتيجة لإحساس المواطن بأن جهاز الموبايل الذي يحمله بيده هو سلاحه الوحيد للدفاع عن الحقيقة والدفاع عن الحق، كان يشعر المواطن السوري بأنه هذا هو سلاحه الوحيد للتعبير عن نفسه، كان يتعرض إلى بروبوغاندا منظمة من قبل وسائل الإعلام الرسمية تكذب بشكل رسمي عما يدور في تلك المنطقة أو في تلك القرية، فكان لابد له أن
أن يصور. إذن هو أحس بهذه المسؤولية. وقد تستغرب إذا أقول لك بأن النسبة والغالبية العظمى من الفيديوهات تم رفعها إلى يوتيوب من قبل مواطنين عاديين، ليسوا جزءا من أي شبكات ناشطة أو شبكات منظمة، لكن إحساسهم بهذه المسؤولية وبضرورة إيصال الصورة الحقيقية إلى العالم دفعهم إلى هذا الشيء. وهنا على سبيل المثال أستذكر المدون أحمد أبو الخير، وهو أيضا الفائز من يعتبر من المدونين الأكثر تأثيرا في العالم العربي بالتشارك مع عماد بزي. على سبيل المثال، ما لم تنقله الصورة نقلته قصص حقيقية. فهو كتب في مدونته أحمد توك الأخيرة عن تفاصيل ما جرى في قرية البيضة بسلسلة حكايات الثورة التي يرويها لنا، ويمكنك قراءة كافة التفاصيل بلغة صادقة. إذن المدونون أحسوا بالدرجة الأولى كنشطاء أنهم يحملون هذه المسؤولية للدفاع عن أنفسهم، وهذا ما جعله ممكنا هو وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة. إذن تقول أن ما يشاهده العالم من صور منقولة من داخل سوريا، يعني هي بواسطة مواطنين سوريين عاديين من خلال الهواتف النقالة، وبالتالي هذه التجربة على بساطتها هي تجربة مؤثرة ونافذة مهمة جدا، ربما لفضح التجاوزات إن كان في سوريا أو غير سوريا من الدول العربية. نعم دون أدنى شك، يمكننا أن نرى بأن المواطن السوري هو يعلم بأنه يحمل روحه على كفه، وهو يعلم بأنه فيما لو أشهر موبايله وقام بالتصوير ما يدور فهو الهدف الأول لقناصين النظام السوري، لأنه ينقل الحقيقة. لكننا نرى بأن الكثيرين يخاطرون في حياتهم، وهم يقتلون وهم يصورون ما يدور. إذن المواطن السوري اليوم أجبر النظام السوري، وللمرة الأولى، أنتم تقتلوننا في الظلام لمدة عقود، لكن هذا اليوم المعادلة مختلفة تماما. إذا كنتم تريدون قتلنا فعليكم أن تقتلونا أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفزة. هذا ما غير المعادلة حقيقة، هذا ما جعل العالم كله ينتبه إلى ما يدور في سوريا. خلال مجزرة حما لم تعلم أوروبا ولم يعلم العالم ما جرى في حما إلا بعد أن انتهى كل شيء هناك بعد أشهر من المجزرة، وبعد أن قام النظام السوري بتنظيف ساحة جريمته وتلفيق قصص التي نعرفها عن مجزرة حما. لكن اليوم عالم مختلف، معادلة مختلفة، وموازين قوى مختلفة أيضا. طيب، المواطن اليوم عالم مختلف كما تقول، يمكنه تغطية ما يدور. نعم، عالم مختلف، معادلة مختلفة، وصوت المواطن العادي أصبح يصل إلى خارج الحدود رغم كل ما يمكن أن تقوم به السلطات. مشاهدينا الكرام، استراحة أخيرة وقصيرة ونعود.